سعيد يا شيطة. مين يا شيطة؟ الأستاذ رشدي يا مدام. رشدي؟ يا أهلا وسهلا. روح يا شيطة. وحشتيني يا توحة. ميرسي يا رشدي، أنت أكتر. قهوة الأستاذ رشدي يا شيطة. اقعد يا رشدي. عامل إيه؟ أنا الحمد لله يا توحة. كويس. أها. كويس ازاي بقى؟ وانا توه عنك؟ شكلك كده مهموم. مهموم عشانك يا توح. ليه مالك يا فعلا الشر؟ بلاش تكبري وتعندي نفسك. معقوله انت مش زعلانه؟ ازعل على ايه ولا مين؟ انا لو كنت زعلت كنت زعلت من زمان. عايزه تفهميني انك مش حزين على طلاقك؟ مفيش ست بتفرح انها بتتطلق، لكن انا ما بقتش ازعل لو خسرت راجل. بقيت مسلمة للقسمة والنصيب. أكيد ربنا له في كل اختيار حكمة. أنا عارف إنك قوية يا توحة، لكن أنا بتكلم مش قوية زي ما أنت متصور يا رشدي. ده شغل أفلام الناس بتتفرج عليه في السيما، لكن شاطرة. بعرف أفصل، بعرف أركز في شغلي كويس قوي. شغلي اللي لو طلقوني من رجالة العالم كله هو مش ممكن أبدا يطلقني. في كل مرة بيفشل فيها الإنسان في حاجة أكيد بيراجع نفسه. أنا كل لما راجع نفسي يا توحة ألاقي سلامتك أوي. بلاش نبص ورا ظهرنا، ويريت دايما نبص لقدام. أعمل إيه في نفسي بس؟ لغاية دلوقتي لسه بحس إن أنت مسؤولة مني. زي ما أنت يا رشدي جواك طفل شهم وجدع وحنون، لكن فيك عيب ما بتعرفش تفصل. سيب الأمور تاخد وقتها وما تاخدش أكتر من حجمها. مش قادر أنسى يا توحة، مش قادر أنسى إن أنا كنت سبب في عذابك. أجهز لك الغدا. لسه لما بتزعلي بتاكلي كتير. أنا مش زعلانة. تبقي زعلانة أوي. ما تاخدش ببالك. توحة أنا عمري ما نسيتك. ولا انت تتنسي ابدا يا رشدي، بس خلينا كده احسن. كل واحد فينا شايف الحاجه الحلوه اللي في التاني. مش يمكن لو قربنا يا توحة ننسى اي حاجه وحشه؟ بلاش عشان خاطر يا رشدي. ياه اخيرا هنحضر الفتوه. كل وقت وله اذان يا فريد. مساء الخير يا جماعه. مساء النور يا استاذ يحيى. ازيك يا استاذ فريد؟ الحمد لله يا استاذ يحيى. تشرب ايه؟ انا كنت جاي اسال عن كاريوكا. محدش منكم يعرف اخبار عنها. اصلها ما بتردش على التليفون، كنت عرفت انها تعبانه. تعبانه؟ دول شوية دلع يا فريد. ما تقلقش. دلع؟ دلع ايه يا توحة؟ هو أنا مش عارفك؟ أنت ما تقوليش الآه غير من الشديد القوي. أهو ألم بيجيني هنا في كتفي وفي صدري، بيخليني ببقى عايزة أكبش في الأرض. تكبشي؟ دول أكيد شوية برد يا توحة. والله افتكرت زيك كده، مفيش فايدة. اتهريت مسكنات. لا إذا كان الموضوع كده يبقى أنت لازم تروح للدكتور، ولازم يكون دكتور شاطر. أنا سألت قالوا لي في دكتور شاطر متخصص في حالتي، عيادته في شارع شريف. شارع شريف؟ اسمه إيه الدكتور ده يا توحة؟ اسمه إيه الدكتور يا تحية؟ آه افتكرت، حسن حسني. أهلا 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 يا نجمة. بجد العيادة نورت. ميرسي قوي، العياده منوره باصحابها يا دكتور. الحقيقه انا ما صدقتش لما قالوا لي ان حضرتك مشرفانا هنا في العياده. مش عارفه اقول لك ايه، مجامله رقيقه من دكتور مشهور وعظيم زيك. يا ترى بقى يا نجمتنا بتشتكي من ايه؟ وجع في ظهري وكتفي دايما بيألمني. اكيد نجمتنا محسوده.
محسودة على ايه بس يا دكتور؟ على ايه ده ايه؟ ده انت بسم الله ما شاء الله من نجاح لنجاح. اي اهي رجلي كمان وجعت. لا 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 ما تخافيش، انا ما بحسدش. وانا كمان كنت بهزر. ما هي روحك الحلوة دي هي اللي بتخلينا نموت فيك. متشكرة قوي يا دكتور. اتفضلي بقى عشان اطمن على حضرتك. بس اسمع وحيت ابوك، بلاش تكتب لي على حقن، انا ولا بحب الحقن ولا بحب الادوية من اصله. شماعي يا ابني. نعم يا عم صالح. انا سمعت ان الست تحيه بعافيه شويه. مين قال كده؟ اها ده انا قلت اسالك يمكن الاقي المفيد عندك انت. لا والله يا عم صابر ما اعرف. يبقى لازم نسال عشان اذا كانت عيانه بجد يبقى زياره وجبت. اه طبعا. المساله بسيطه قوي. حضرتك هتمشي على العلاج دوت. وان شاء الله الاستشاره بعد اسبوعين. يعني ان شاء الله لما اخد الدواء ده الوجع اللي في ظهري وفي كتفي ده هيروح يا دكتور؟ ان شاء الله هيروح. سلامتك يا نجمتنا. أنا يهمني قوي إن نجمتنا ما تتألمش لحظة واحدة. مرسي قوي يا دكتور. بالنسبة للفيزيتا التمرجي بره مرجيش. من فضلك من فضلك يا نجمة. وبعدين أنا ما عملتش حاجة أستاهل عليها أتعاب. ده كفاية قوي إن حضرتك شرفتينا هنا في العيادة. أنا مش عارفة أشكرك إزاي. إنك ما تحرمنيش إن أشوفك بعد أسبوعين في ميعاد الاستشارة. إن شاء الله يا دكتور. كان على بنات الحلال كتير يا مدام. أنا خلاص قفلت قلبي وجربت بختي. الحمد لله على كده. وأنا مش هسيبك تعاند نفسك تاني يا سباعي. الحي أبقى من الميت يا ابن الناس. دور على واحدة كويسة تتجوزها وتعيش معاك. ولو كانت جمالات عايشة كان ده برضه هيبقى رأيها. دور وما تخافش هساعدك. بسم الله ما شاء الله. لا 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 ده احنا كده مطمنين قوي. تقدري تبطلي العلاج من الليله دي. انا مش عارفه اشكرك ازاي يا دكتور. مع اني زعلان جدا. وتزعل ليه بس؟ لاني مش هشوفك تاني كمريضه. لكن تقدر تشوفني كفنان. اتفضل. دي دعوه لاخر افلام. تقدر تتفضل تيجي انت والمدام والاولاد. انا لا عندي مدام ولا عندي اولاد. معقولة يا دكتور؟ للأسف عايش لوحدي. إنما لو دخول فيلمك للمتجوزين بس أنا مستعد أتجوز فورا. لا وعلى إيه؟ أنا مستنيك حتى لو كنت لوحدك. توحى اوعديني إن أشوفك دايما. بس بعيد عن وجع الصدر. بعيد عن وجع الصدر لكن مش بعيد عن وجع القلب. ايه يا دكتور؟ هو انا ناقصة؟ انا ما اقصدكيش انتي. انا بتكلم علي انا. يظهر اني قلبي بدأ يتوجع شوية. وانا ما يخلصنيش قلبك يتوجع ابدا. شيتا شيتا. امرك يا مدام. امسكي. انا جعانة قوي، روحي بسرعة اعملي لي لقمة كلها. امرك يا مدام. اسمعي لو رجعتي لقيتيني نايمه اوعي تصحيني لاي سبب من الاسباب، فاهمه؟ يلا روحي. ثواني والعشاء هيكون جاهز يا مدام. مفيش يوم يعدي على الواحد من غير شقه. ها
مساء الخير. مش ده برضه منزل مدام تحية كاريوكا؟ لا انا بس حبيت اتاكد من الرقم. لا 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 يا فندم، هبقى اكلمها في وقت تاني. شاكر جدا، مع السلامه. مين يا شيفا؟ واحد كان بيتاكد ان دي نمرتك يا مدام. ما قالش هو مين؟ ابدا، قال هيكلمك بعدين. طب تعالي. اي حد يتصل بيا وما يقولش هو مين ترزعي السماعه في وشه على طول. يمكن حد من معجبينك يا مدام. المعجبين ربنا يزيدهم يا اختي، انما المتطفلين الرخمين دول حاجه تانيه. ربنا يعوض عليكي خير يا مدام. امين يا رب. عارفه يا بنت يا شيتا، طول عمري وانا فارده جناحاتي للدنيا، عمري ما سالتها واخداني مودياني على فين. سايبه قلبي على راحته، يوديني فين ما هو عايز. عمري ما عاندت مشاعري الا في حاله واحده، خيانه. اهون عليا ادفن قلبي الف مره عن اني اسلمه الخاين. ممكن اخسر اي حاجه في الدنيا الا كرامتي. يا صباح الفل. ايه الصدفة السعيدة دي يا دكتور؟ هي سعيدة لكن ما هي الصدفة. بصراحة أنا مرتب كل حاجة. مش فاهم. ضحى، أنا عاوز أتجوزك. وسكت ليه يا دكتور؟ دي حاجة ولا شكة الدبوس؟ إيه ده؟ يعني أنت موافقة؟